عندما تقفل هذه الشوادر على محاور باب التباني وجبل محسن، فهذا يعني أن الاشتباكات قد استعرت. وعندما تصبح المعركة بين أولياء دم يتمركزون على الضفتين، تكون النتيجة صورا دموية بشعة وجولة حصدت عشرات الجرحى وقتل جميعهم من التباني، بينهم عسكري مأذون. في النهار لم يسترح المتقاتلون كما اعتادوا، أصوات الرصاص والقذائف لم تتوقف. فريق الـ LBCI سلك التخريقات العسكرية مع المسلحين خوفا من القنص للوصول إلى شارع سوريا الذي يشهد أعنف المعارك. الدشم هنا تحاكي بعضها على بعد أمتار قليلة. من دشمة في التباني تشاهد دشم جبل محسن، والقناصون ينتشرون في كل مكان. نحن بآخر بناية بالتباني على شارع سوريا، ونحن عم يصير علينا تقنيص وإطلاق نار كثيف، وصار في عنا شهداء كتير من الصغار. يا ريت عم يموت المقاتلين، المقاتل بيزي بيقول بدي استشهد دفاعا عن المنطقة، بس عم بتموت الأطفال الأبرياء، حطينا عالم بالأطفال، شي عم بيجيب ربطة خبز لأهله، شي اللي عم بيكون عم بيجيب أكل لأهل الصغار. في جبل محسن تبرأ الحزب العربي الديمقراطي من المعركة، واضعا إياها عند أولياء الدم وقادة المحاور. لكن صوت رفعت عيد كان واضحا وهو ينادي بتحييد الجيش. الجيش أهلنا وما بنغلط حق الجيش. إذا بتريدوا بس موضوع الهونات ديروا بالكم منهم بعد أمركم. يعطيك العافية. الجيش اللبناني الذي أعطي الأمر على كل الأجهزة في طرابلس تصرف بحزم. اشتبك مع مجموعة من جبل محسن نهارا وانتشر قرب منزل رفعت عيد، وأوقف يونس الزمار أحد قادة المحاور في جبل محسن بعد إصابته. الجيش الذي رد على مصادر النيران في التباني أيضا سقط له 11 جريحا بينهم ضابطان. وفي الليل دهم الجيش مراكز أسلحة في الأمركان وفي الأسواق الداخلية، وأوقف مسؤول مجموعة مسلحة في الأسواق هو حاتم الجنزرلي مع 7 مسلحين آخرين.